الطريق إلى الله أعظم سبيل يمكن أن يخطئه العبد، لكن الإنسان لن يصل إلى الله إلا بالله. ويصل الإنسان بالله إذا خلصت نيته لربه وكان صادقا وهو يتقلب على فراشه في الليل أنه يريد من الله عز وجل أن يهديه. المهم أن لا ينطوي قلبك على أن تعصي الله، لا تخرج من بيتك وقد بيدت أن تعصيه، ولا تمسي وأنت قد بيدت أن تعصيه، بل يكن أمرك على الضد، تمسي وتصبح على أنك تحب أن تطيع الله. فإذا وقع من العبد هذا فإن الله عز وجل أرأف من ملك وأجل من ابتغي وأوسع من أعطى، وقد قال وقوله الحق: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من عرف الله يستحي من الله أن يسمع المؤذن ولا يجيب، ومن عرف الله يستحي أن يأوي إلى فراشه وقد بيت أن لا يقوم لصلاة الفجر، ومن عرف الله يستحي من الله أن يرى القرآن، يرى المصحف يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة ولا يفتحه ويقرأ فيه. ومن عرف الله حقا استحي من الله أن تناديه أمه أو يناديه أبوه فيعرض عنهما وقد علم أن الله عز وجل أوصى بهما. ومن عرف الله حقا استحي من أن يقل ذكره لربه، والله يقول: ولذكر الله أكبر. ومن عرف الله حقا استحيا من الله عز وجل أن تمر عليه سني حياته وأيامه وشهوره دون أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله. الله يحب من يقبل عليه، يحب من يتوب إليه، يحب من يرجوه، يحب من يسأله، يحب من يعفر وجهه في السجود إجلالا له، يحب من يذكره، يحب من يسبحه، يحب من يثني عليه. وأعظم الناس حالا من عرف الناس بربهم جل وعلا وما قضى أنبياء الله ورسله حياتهم إلا في التعريف بربهم جل وعلا ليلا نهارا، وهم يدعون الناس إلى عبادة ربهم لا يدعون الناس إلى أنفسهم. وسأوصي بوصية تتكرر مني كثيرا، لكن أظنك يا أخي لو عملت بها أفلحت، وهي في ثلاث: لا تصبح يوما وقد خلى ليلك ولو من ثلاث ركعات لله، ولا يمضي عليك يوم لم تقرأ فيه ولو آية من المصحف، والثالثة: لا يمضي عليك يوم لم تسد فيه برا إلى والدك أو والدتك. كل ما قلته يبقى سبب، وقد ينفعك الله به وقد ينفعك الله بغيره، وقد ينفع الله من لم يحضر ولم يرني ولم يسمعني، ويحرم من قد حضر وسمع، لأنه لا أحد يهدي إلا الله. أسأل الله لي ولكم الهداية، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.